نناشد وزارة التعليم العالي ورئيس الوزراء بإعطائنا منح كما وعدونا وتنفيذ التوجيهات التي إلى الآن لم تبقى إلا حبرا على ورق. ما ذنب الطلاب بين الخلافات السياسية والخلافات بين رئيس الوزراء وبين الوزير والوكيل؟ إلى متى ستظل توجيهاتهم حبرا على ورق؟ متى ستنفذ ومتى سنبعث ومتى سنأخذ حقنا كما أصدرت توجيهات بإيقاف الابتعاث لمدة عام ما عدا أوائل الجمهورية؟ متى بينفذوا أوامرهم ومتى سنسافر ونحقق أحلامنا ومتى سنحصل على حقنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نحن هنا منذ شهر في محافظة عدن ولنا مماطلة منذ 9 أشهر منذ أن سلمنا ملفاتنا إلى وزارة التعليم العالي في عدن، ولكن إلى الآن لم نلقى أي شيء. ذهبنا إلى رئاسة الوزراء فأصدر لنا رئيس الوزراء توجيهات بإصدار قرارات إفاد، أتينا بهذه التوجيهات إلى وزير التعليم العالي ولكن رفض بحجة عدم وجود تعزيزات مالية. فنحن من هنا أمام مبنى وزارة التعليم العالي نناشد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وكل من له القرار بإصدار تعزيزات مالية لنا كطلاب مبتعثين وإصدار قرارات الإفاد وكذلك تذاكر سفر. طبعا أنا وزملائي أوائل الجمهورية نقف هنا أمام وزارة التعليم العالي لمتابعة منحنا. طبعا منحنا أو سلمنا ملفاتنا منذ 9 أشهر ولا يوجد هناك أي جديد. لا نعلم لماذا هذه المماطلة والتخاذل والتجاهل برغم من أن هناك قرارات من معالي رئيس الوزراء بإصدار قرارة الإفاد وتذاكر السفر. طبعا نحن من لهم الحق للابتعاث والسفر إلى الخارج علما بأن قد مر عام دراسي دون دراسة. فأنا هنا أنا وزملائي نناشد فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي بالنظر إلى قضيتنا واستكمال ملفاتنا للسفر إلى الخارج والدراسة واستكمال عامنا الجامعي. قدمنا ملفاتنا في شهر 4 والآن لم يأتي أي إصدار قرار أو أي شيء. فهناك قرارات توجيهات من رئيس الوزراء بإصدار قرارات الإفاد وإلى الآن لم يتم تنفيذ هذه القرارات. ففي الأخير نناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية بسرعة حل مشكلتنا، مشكلة ابتعاثنا، وأصدر توجيهات بالتعزيز المالي لمنحنا وعليه يتم إصدار قرارات الإفاد. وإلى الآن نتمنى أن يحلوا مشكلتنا بأسرع وقت. في شهر 3 قدمنا ملفاتنا واستكملنا جميع إجراءات المنحة من الضمان البنكي والفحص الطبي وغيرها من المتطلبات، وإلى الآن مضى 9 أشهر ونحن نتابع ونعامل بعد منحنا، وإلى الآن لم تصدر قرارات الإفاد بالرغم أن رئيس الوزراء قد وجه إلى وزير التعليم العالي بإصدار قرارات الإفاد وصرف تذاكر السفر، وإلى الآن لا ندري إيش المشكلة مع وزير التعليم العالي بحيث أنه رفض التوقيع على قرارات الإفاد وصرف تذاكر السفر. فنحن الآن نطالب رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء المتمثل بدولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأيضا وزير الخارجية ولا جميع الجهات المسؤولة عن هذا الأمر بسرعة استكمال إجراءات المنح. طبعا الآن أكثر شيء يزعجنا نحن الطلاب اللي هي إن وزارة التعليم العالي أو أشخاص بوزارة التعليم العالي يربطوا قضية منحنا بالمشاكل الشخصية اللي تحدث بين الوكيل والوزير. طبعا وإحنا بالنهاية يعني كطلاب علم كأوائل جمهورية ومحافظات نحن نتعامل مع الوزارة بشكل عام وكوزارة يعني حكومية وليس كمبنى خاص وليس كأفراد مستقلين. فهذا الشيء الذي يزعجنا نحن الطلاب من أول ما بدينا يعني نرشح لهذه المنح، ونفس المشكلة هذه أنهم يربطوا قضيتنا بالمشاكل اللي هي بين الوزير والوكيل. طبعا المعاناة طويلة جدا لمدة 9 أشهر وملفاتنا في وزارة التعليم العالي لكن لم تحرك هذه الملفات ساكنا. وفي عدن أقمنا لمدة شهر كامل في الفنادق وكذلك اقترضنا المال للمجيء إلى عدن وصادفتنا العديد من المعاناة والمشكلات أثناء دخولنا إلى عدن، لكننا إلى الآن نتفاجأ
بأن وزارة التعليم العالي تتجاهل شيء اسمه أوائل الجمهورية وأوائل المحافظات، رغم أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وجه وزارة التعليم العالي بإصدار قرارات الإيفاد الخاصة بأوائل الجمهورية وأوائل المحافظات، إلا أن وزير التعليم العالي بالأخص تماطل وتجاهل هذه التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وهذا يعتبر يعني مخالف القانون. وفي الأخير لا نعرف ما هي الأسباب، لكن نحن نناشد حاليا وزير التعليم العالي وكذلك رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ هذه القرارات، لأننا طلاب أصحاب حق مستحق بسبب ما بذلناه واجتهدناه في الثانوية العامة. أقفها هنا أمام وزارة التعليم العالي بعد تسليم الملف منذ 9 أشهر، لكن تسليمنا للملفات ونزولنا للمتابعة لم يغير شيء، فها هنا نحن أمام بوابة التعليم العالي لا نملك سوى أن نرتي حالنا ونشعر بالأسف والحزن الشديد لما يحدث داخل الوزارة من مماطلة وصراع داخلي، فنطالب منكم ونرجو منكم أن تنظروا إلينا بعين الرحمة لاسترداد حقوقنا.